اهلا بيكم. النهارده معانا الاستاذ امجد، من هو معاه جنسيه هولنديه وعراقي الاصل. استاذ امجد، نعم، هو عايش في لندن، ومقيم في لندن، فهو قاعد في اوروبا وجالنا مخصوص عشان يتعالج بالاشعه التداخليه من حاجه سخيفه شويه، اللي هي دوال الخصيه، اللي زي ما انتم عارفين بتعمل وجع شديد جدا. انا عملنا الحقن بالاشعه التداخليه طبعا من غير عمليات، وانا الاول بطمن عليه وبنشوف ازاي عارف عن الاشعه التداخليه في اوروبا وازاي جالنا وكانت ايه تجربته. اهلا بيك يا استاذ امجد. اهلا بيك دكتور، اشكرك انا على المقدمه هذه. بصراحه انه يعني كانت صدفه، انه كل مره بشوف حالتي اشوف الدكاتره اللي ممكن يعملوا العمليات وبالأوقات اللي القياسية اللي بيعملوها، وإيه اللي الأدوية أو الحاجات اللي بناخدها. لما تفرجت تاني على الحلقة بتاعتك اللي بالتلفزيون وعلى قناة اليوتيوب، بصراحة أنه اللي عجبني كثير أنه الدكتور، أنت حضرتك دكتور شاطر وعندك ثقة بعملك كدكتور بالأشعة التداخلية. يعني أنت خلصت العالم كثير من الجراحة، عملية جراحية اللي هي كانت يعني سبب الالتهابات أو سايد إفكت مثل ما يقول بالإنجليزي. أي يعني لما يعمل العملية بعد كده يعني تصير العملية بيها سايد افكت. انت كان عندك وجع، كان عندك وجع قبل كده سخيف؟ عندي، كان عندي. وجيت انا بصراحه، بس انت جيت بسرعه، انت ما ضيعتش وقت. انا شفتك في العياده امبارح بالليل. انت جيت من هولندا امتى؟ او من لندن بقى، انت جاي من لندن؟ جاي من لندن. جيت من امتى؟ انا جيت يوم الثلاثاء، يوم الساعه 5:30. احنا النهارده الخميس الصبح، انت ما خدتش 48 ساعه؟ ما شاء الله. بالضبط، انه لان انتم عندكم الخدمات ممتازه والمواعيد ممتازه. يعني يوم اللي وصلت تحب ثاني يوم تكشف، يعني هذه ما موجوده باوروبا، ما موجوده بقى. لما تريد تشوف الجي بي اللي هو مثلا، خلينا نقول دكتور العائله باوروبا يسموه جي بي بانجلترا، هذا تاخذ لك انت اذا الدكتور يريد يشوفك اسبوع يلا يشوف. لا احنا ما عندناش كده، احنا مخلصين بقالنا حوالي ساعتين دلوقتي. احنا خدنا نص ساعه، مش كده؟ نص ساعه في العمل تقريبا. في اي تعب عند حضرتك؟ أبداً. انا عايز بقى اوريك احنا عملنا ايه. اوريك احنا عملنا ايه. ده الوريد اللي نازل على المفروض على الخصيه. هنا ده الوريد اللي احنا شايفينه من فوق نازل على الدوالي. دي الدوالي. نعم. ايه. احنا كده بنحقن صبغه الدوالي بتملى. دخلنا في الوريد ده بالقسطره ونزلنا تحت لحد الدوالي بتاعت الخصيه هنا اهي. نعم. دي تحت الخصيه. اللي بعديها هو احنا بنحقن الاول تحت ماده تقفل الاورده دي، ماده رغويه تقفل الاورده دي اللي حوالين الخصيه. اللي بعديها اهو، شايف الدوالي كبيره ازاي؟ كل دي دوالي. بنحقن الماده الرغويه بعديها، وبعد ما حقنا الماده الرغويه بنقفل الوريد بالكامل بحاجه اسمها ملف حلزوني. ده الكويل ده. ده اللي بيقفل الوريد بالكامل عشان الدم ما يرجعش تاني يملى الدوالي بعد ما قفلناه. اللي بعديها انا دلوقتي خدت صوره، بص حضرتك خلاص الدوالي اتلغت، ما عادتش في حاجه بتملى والوريد كله خلاص اتقفل. الله. المده القياسيه هذه انا يعني مش عارف، يعني نص ساعه ولا اقل من نص ساعه خدت، بس حاجه عظيمه. هو يعني هو احنا في ناس كتيره ما بتبقاش متخيله ان يعني احنا خدنا نص ساعه تقريبا او اقل،
تبقاش متخيلة ان ازاي العملية بالجرح بالمكان السخيف ده ممكن كل ده ينتهي في نص ساعة. وانت حضرتك احنا مقعدينك بس يعني عشان احنا عايزينك تقعد معانا، انت جاي لك مشوار كبير. احنا عادة المريض بيقوم من على القسطرة يروح على طول، فاحنا ده الناس بتبقاش مستوعبة قوي. هل ممكن العملية الجراحية السخيفة دي تبقى كده؟ اه هو كده، واحنا اللي بنطمن عليك وهنطمن عليك اكتر، كل الالام هتروح وشرفتنا والحمد لله. انت ترجع على لندن ولا هولندا ولا العراق ولا؟ لا برجع على لندن، عندي يعني بزنس، اشوف اموري وكذا، بس حستمتع شويه هنا. اه خلاص مصر انت خلاص، احنا عملنا خلصنا كل حاجه. الحمد لله على سلامتك وشرفتنا. طبعاً الحاجه اللي منظمه يعني بالمصري منظمه قوي، كل حاجة مرتبة بالسي دي، وكل المعلومات اللي عملها الدكتور أنا هنا معايا، والأدوية اللي حواضب عليها كلها موجودة هنا، وحاجة روعة بصراحة. ترتيب أحسن من أوروبا 1000 مرة. أنا بشجع كل الناس اللي عندهم هذه المشكلة انهم يجون على دكتور أسامة، لانه حضرتك انه يعني منتهى الثقه والاخلاق. ربنا يخليك، تشرف لينا استاذ ادهم، تشرفتنا استاذ امجد، ربنا يخليك ويكرمك. اشكرك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، نشوفكم دايما بالصحه.